ماشي بقى. لا بقى بص، هو خلاص بقى قل ادبه على سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، خلاص الاستوديو هيولع بينا والنبي الكلام ده بخاف منه. ده لما تشوف الشارع يضربوه بالجزم، خلاص يا راجل غلط. وانا مش على فكره عايز اقول لك حاجه، وشاتم الشيخ الشعراوي عندك هنا، الشيخ الشعراوي المحترم اللي كل 100 سنه بيجي راجل ربنا بيبعت راجل يعني امام ينصح الناس، شاتمه برضه. مين ده؟ أوه. مين الساسل ده؟ واخد بالك؟ وطارق طارق نور سايب له قناه، وانا حذرتك يا طارق، حذرتك يا طارق، انت عارف ان في حاجه مصيبه انا ساكت عنها، حذرتك يا طارق، وانت قلت اول امبارح ليا هبيع القناه بسببه. ما ينفعش يا جماعه. طب اتكلم عن اسرائيل يا اخي. طيب ادي ده ابراهيم عيسى، ناخد بقى الاخ ابراهيم عيسى، مهم جدا الاول عشان ده طايح في مصر قبل 250، ما هو طايح في مصر، خليها في الاول. ده راس الافعى يا بيه، ده بيتكلم عن رايه. ممكن تجيب لنا قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الراجل العادل يعني انا ما احبش اسيح حاجه زي كده. لا معلش، نزيع عشان مصر لما تشوف ضربه بالجزمه، لما تشوف الولد ده في الشارع ضربه بالجزم. التافه ده بيتكلم عن سيدنا ابو بكر، ضربوه بالجزمه، تخيل. التافه ده بيتكلم عن سيدنا عمر، تخيل، وسايبينه. لازم هو الزراع الدين الاسلامي ايه؟ ما هو ده. الدوله خايفه من عيل عبيط بحماله. بقول له تاني، بفكرك بسميه السيد سليم اللي كانوا سمينا فاتنه اويسنا. ابراهيم، مين اللي وداها لجمال حبيب جد الله صاحب هاي موتورز؟ ها؟ بص يا ريس، مش عارف الرد مكفول. انا قايل لك يا ابراهيم، وعلى فكره وجاي لك للسيد. بلاش التافه يعني. لا تافه، اللي يتكلم عن الصحابه بهذا الشكل المزري والزراء دين الاسلام يبقى تافه، ويبقى حقير، ويبقى قليل الادب، ويبقى قاله ما ربهوش. دي خلاص. ويبقى الحماله دي اللي لابسها دي، حماله البتاع دي، الحماله اللي فرحان بيها، واخد بالك؟ اقول لك حاجه، عمرك شفت ابراهيم عيسى هاجم راجل اعمال؟ اه لا. طيب عرفنا من شكلك. طيب عرفنا ابراهيم عيسى الشوكي، اي عين من العيال دي عايز يرد انا موجود. تعال اقعد جنبي يا ابراهيم عيسى. وانا كلمت النهارده طارق نور، انا ماليش دعوه، هو ده اعلام يا ابني، عايزين يرد على الاكاذيب بيقولها. بعت الاخ ابراهيم عيسى رساله اللي بيتكلم عن الاعلام والحريه. لا دي القناه بتاعتي. هو قال ولا سؤال اصحاب الشوكي ده، انا كنت معاه في الدعايه الانتخابيه وكنت ماشي. هو قال كده صديق، لا مش حزبة ابوك. وهرد، وفي القناه بالادب وغصب عنك هرد، وهتفاجئ ان انا جاي ارد بورقي، وهتقعد جنبي زي البتاع القديمه مش هتنطق. فاهم يا ابراهيم عيسى؟ انت ولاد اخوك اللي من غيرها بدا وعرفنا، وعاملين زملكاويه ومعيط على الزمالك ومش عارف ايه، عملت ايه بقى على مصر كلها؟ تاني بقول يا مصر، بكره ان شاء الله يا ابراهيم لو انت راجل، ما انت بديت انتاج الاعلام اهو. انا بقول لك اهو الساعه 10 بالثانيه تترزق تقعد جنبي، وهات الواد الشوكي اللي جنبك معاك دوت جنبي. انا مش هغلط ولا غلطه بالقانون، ولو غلطت غلطه فيكم تاني اهو، لو غلطت غلطه فيكم يا عم انا اعتزل العمل السياسي والراديو وكل حاجه والبرلماني، انما مش هتيجوا اقسم بالله معدل الجزمه القديمه، وهتفاجئ ان جاي لك الاستديو اقسم بالله العظيم ما بهرك. فاهم يالا ابراهيم يالا؟ فاهم؟ ها؟ ونحكي بكره بقى قصه سميه ياسين بتاعت ويسنا، جارتك حبيبتك. ها؟ انت مش دي برضه جارتك حبيبتك اللي وديتها لجمال حبيب جد الله؟ فاكر يالا؟ لما رئيس الوزراء قال واحده بتتبس تحت السلم كان عاطف سيد الله يرحمه وانا مالي حكومه؟ جرى ابراهيم، جرى يالا. ما تفوق. اذا كنت انت مخلص شويه ناس في الدوله ما بخافش، انا معلم عليك 100 علامه. وانت راسك كلها رطوح. بكره ان شاء الله وجايب لك بقى، جيب لك مفاجاه يا ابراهيم عيسى، عشان انت زدت. ما جبتهاش معاك ليه؟ زدت على، عشان انا عايزه يكون موجود، انا بديله فرصه دلوقتي. انه يجي. خلاص إيه، تعالى بكره معانا، ما عندناش مشكله، ما هي دعوه مفتوحه للشعب المصري كله، لازم يجي عشان يتفرج. هو بيعمل بتعمل استريبتيز لابراهيم عيسى. خلاص تحترم نفسك يا ولد. وعنده وردان اسمه المقال ما حدش بيقراه، اقسم بالله وحياه المصحف الشريف انا بجيبه اقسم بالله. ليه؟ عشان انا بيه في التواليت. خلاص شتيمه في الجيش وفي الشرطه وفي القضاء، حدش عاجبك في البلد يا ولد؟ انت مين انت؟ انت مين؟ انت وصلت طارق نور النهارده قال لي انا مش قادر عليه هبيع القناه بسببك. انت وصلت، انا بقول لك هو على مسؤوليتي. قال لي انا مش قادر عليه. انا هبيعك، انا بقى اللي قادر عليك يا حبيبي. وهاجي لك الاستوديو وهربيك في الاستوديو بالقانون. انا لا بلطجي بضرب ولا بعمل. هتديني قاعد جنبك واخد بالك؟